انت حاجة كده. متأثر بمين، او كنت حتى وانت صغير قبل ما تبتدي تحترف كنت بتشوف نفسك يعني، او بتشوف مين القدوة بالنسبة لك اللي بتحب تقرأ له؟ هو انا طول عمري بتستهويني الكلمه جدا، يعني حتى من وانا صغير كانت الناس بتستغرب. كنت انا في ابتدائي مثلا وبسمع عبد الحليم حافظ، ام كلثوم، عبد المطلب، محمد فوزي، مع حفظ الالقاب للجميع طبعا. فانا بتستهويني جدا الكلمه، لان انا يعني انا بشوفها رساله. فاي حد بيقول كلمه ليها معنى وليها ثقل، انا متاثر بيه طبعا. وتلقائي من غير ما اخد بالي، كنت وانا برضو في المدرسه موضوعات التعبير كانت الحمد لله يعني كنت شاطر فيها، كان المدرسين بياخدوها كنموذج للطلبه يعني. ايوه فعندي موضوع الكتابه ده من غير ما اخد بالي من وانا صغير موجود يعني.